السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أينما كنتم، تحية مباركة عطرة، تحية المجد والحرية، تحية الجمهورية، تحية الصامدين المثابرين في مختلف الجبهات. موضوعنا اليوم أو محورنا اليوم مشاهدينا الكرام حول معاودة ميليشيات الحوثي الهجوم على مأرب وأسطى دعوات شعبية لسرعة تحريك الجبهات. أذهب إلى فاصل ثم أعود كالعادة لاستقبال اتصالاتكم على تطبيق يلئي مود والأرقام المباشرة، نتابع. أهلا بكم إذن مشاهدينا الكرام. تحاول ميليشيات الحوثي الضحك على أتباعها وقطيعها في مختلف المحافظات التي تحت سلطتها بالاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وكأن النبي هذا يعني ملك خاص لهذه الميليشيات، تحاول هكذا تصور طبعا للبسطاء في الوقت ذاته، في الوقت الذي تسرق وتنهب الشعب باسم النبي ومولد النبي الذي النبي في غنى عن ذلك والشعب اليمني في غنى عن ذلك، تذهب ميليشياتها العسكرية أو الميدانية للهجوم مجددا على محافظة مأرب، محاولة يعني وسط انشغال الناس في ما يسمى بتشكيل الحكومة القادمة إن شاء الله، التي ستكون من أولوياتها كما يقول البعض تحريك الجبهة العسكرية، أيضا صرف مرتبات الناس، يعني استعادة الأراضي التي لا تزال تحت بطش الميليشيات الحوثية. أول متصلين معي، ألو مرحبا. كما قلنا مشاهدينا الكرام حتى تأتينا الاتصالات كالعادة نستقبلها على تطبيق الإيمو والدول الأرقام المباشرة. نتمنى أو هنالك مطالبات شعبية أنه بعد 6 سنوات حان الوقت لتحريك الجبهات العسكرية، لأنه الكل مسلم أنه ما أخذ بالقوة لن يعود إلا بالقوة، وهذه ميليشيات يعني كل يوم وهي تحاول أن تسرق أفكار الناس، تحاول أن تضغط أو تحاول أن نفس الفكر الإيراني تحاول أن تطبقه في اليمن خصوصا في العاصمة صنعاء، تشتغل في المساجد، في المدارس الخاصة، في المدارس، في المناطق الحكومية. ألو مرحبا، من معي أخي؟ معك أبو علي. أبو علي؟ أيوة. تفضل يا أبو علي، طلعنا العنوان يا عمين. تفضل. لأن الشعب اليمني تأخذ القديم. واصل. وني تحريك الجبهات، تحريك الجبهات، إحنا بالموت. صحيح. هذا اللي يكذب على الناس باسم النبي، إذا كان كي إشباع قاوة أحسن من كسال من كسال كعبة. صحيح. كيف يكون صح ولا لا؟ صحيح. بالنح كافر غرق، وليت اليوم مثلا خلق بين النبي من اليوم كافر. شكرا يا أبو علي وحيك. متصل جديد، ألو مرحبا. ألو مرحبا. مرحبا يا أبو نورة. هلا والله. حياك يا أبو نورة. كيف الحال؟ حييك، تفضل. جمعة مباركة إن شاء الله. علينا وعليك، قد سابت اليوم يا أبو نورة. الله يحفظك يا أخي، هذا جاي حق جاية طول عمر الإسلام. لأن الشعب اليمني عنده كافر. أيوة. وكان اليمن الشعب اليمني يا طول عمر ما عرف الإسلام من قبله. صحيح. يا أخي نبغى نرسل رسالة عبر المنبر حقكم. الشعب اليمني آمن بالرسالة عبر الهدهد. صحيح. إذا هو ما عنده خبر ولا نايم. والله يدري على الحياة شيء. الشعب اليمني مسلم من صحيح. عهد العصور. والثانية يقتل عمر بالنسبة للجبهات عجز في الحديدة للحين اتجاه مأرب. نعم. ندعو الأخوان بكل جهد بكل جهد يقتل عمر الجودة. نعم. الجودة لأن الرجال عنده ضوء أخضر من قبل الشرعية. احنا لن نقاتلك إليك القبائل. صحيح. الكلام العربي الشرعية متهاونة. متهاونة إلى درجة سيئة. صحيح. ان شاء الله تفرق يا ابو نوره، لابد ما تفرق. واصل يا ابو نوره، شكرا لك. الناس متفائله مشاهدينا الكرام، قلنا وسنظل متفائلين، لا يمكن ان نستسلم، لا يمكن ان ياس ان يعني ان ياتي الينا الياس او الاحباط، طالما وحمران العيون والابطال في مختلف الجبهات، يعني كلما تحركت خصوصا جبهه الساحل كلما سارعت الامم المتحده والحكومه الى وقفها، وهذه هي مشكله. طبعا الحوثي كما قلنا بالامس عاود الهجوم على مأرب، هنالك شهداء، هنالك جرحى وسط صمود قبائل مأرب وقبائل مراد. الو مرحبا. الو. الو مرحبا، من معي اخي؟ معك صالح عمر من صنعاء. من؟ صالح عمر. طيب حاول توضح الصوت، الصوت مش واضح. ها؟ حاول توضح لي الصوت، كلمه كلمه الله يحفظك، لانه مش واضح الصوت. صالح محمد عمر. طيب واصل يا عم صالح. يلا. هات ما عندك. الخير. سنور والعافية. ألو هذا ما عندك.
كيف حالك يا استاذ فارس؟ حياك ورحب يا عم صالح. كيف حالك يا استاذ فارس؟ نحمد الله على كل حال، هات ما عندك يا عم صالح. الله يكون في حولك. امين. ونرحب على الشهيد الزعيم. امين. علي عبد الله صالح. نعم. عندي انا اقول لك نعم. واصل. تمام. ونحمل المسؤولية في كتلة الزعيم وكتلة الشعب على الأمم المتحدة وبنت السلام. نعم. وأمريكا وبريطانيا فصل من عندك يا عم صالح وحيك. شكرا لك. الله يرحم الشهيد ويرحم كل الشهداء. نعم. ألو مرحبا. اسمعني من التليفون حبيب، من معي يا أخي؟ السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة أبو عفان. تفضل يا ابو عفاش. ابو عفاش واصل يا ابو عفاش، انت على الهواء اخي. حياك الله، احيي الجيش واحيي اطارق واحيي الابطال في كل الجبهات. نعم. اما هذول الكذابين النصابين الاخوانجيين والحوثيين، هؤلاء هم خطين في لباس واحد. نعم. لتدمير الوطن. لا عند عبستم ضمير ولا عند عبستم أخلاق. نعم. أو لا يحتفلوا يرضوا سيادهم في الإيران. صحيح. يريدوا أن يرضوا سيادهم في الإيران وفي لبنان. صحيح. أو لا كذابين لأجل يجلوا الشعب هذا بحق مركز الناس ذاهبين جوا. صحيح. وهم يحتفلوا بالملايين في مشاهدات وبلايات وشوية رن. صحيح. وشوية طيب يا ابو عفاش، النبي الحين محتاج لهذه الخراق الخضر. هل النبي الان بحاجه الى الخراق الخضر هذه والشعارات الزائفه هذه والرنج الاخضر؟ كذابين هؤلاء، كذابين ينسبوا على الناس بالكذب والتجر. صحيح. يلا ما صدقوا قت اي فعاليه يسرقوا لاظهرها. والله يا اخي فارس، هؤلاء انهم بيكذبوا على الناس، وحتى في الجوامع سعمنا عاد الاسلام عادوا جاء. هم يريدوا ان يفرضوا علينا، والله لا يعرفون من الاسلام الا اسمه. يا ابو عفاش، والله ما يعرفون من الاسلام الا اسمه. يريدوا ان يفرضوا دين الشيعه بالقوه. صحيح. بس يقدموها بخطابات في الجوامع. صحيح. وبالحسين وبالجثثي وخالدي، وهم كذابين. بقوه السلاح يريدوا ان يفرضوا على الشعب اليمني دين جديد. صحيح. دين خميني. هذا هو، ويريدوا ان يرضوا اسيادهم. وانا احيي طارق واحيي الجيش. شكرا يا ابو عفاش. احييك يا ابو عفاش. الشعب اليمني مدرك واصبع يعني ومحصن من هذه الافكار الدخيله على بلادنا، ومش هي رجاله، قلناها في كثير من الحلقات، ليست رجاله ولا بطوله انه الواحد بقوه الميليشيات او بالسلاح يفرض رايه بالقوه. الو. مرحبا يا ابو امل، تفضل. السلام عليكم. وعليك السلام. ابو امل ولا ابو طارق؟ ابو طارق. ابو طارق. مرحبا يا ابو طارق، لانه الاصوات متشابهه، تفضل. حياك الله يا اخي. الحل ولا ونهاية المشكلة بيد الشرعية والدول المتحالفة. نعم. الشعب يعني ما بش في يده أي سلطة، السلطة عند الدول المتحالفة ولا الشرعية في عندهم. صحيح. هم يعني جمعاء، الحل بيديهم. إذا هم مشتوا يعني يفعلوا خير ونسمى عرب ونسمى مسلم حقيقي، يصروا. نعم. المشكلة باستطاعتهم أنهم يصروا المشكلة في ليلة ويوم. صحيح. اما ما من هذا شكرا يا ابو طارق، كمل الرصيد للاسف. كما قلنا مشاهد الكرام، الذي ما عنده رصيد خصوصا اللي في الداخل بامكانه عبر النت، عبر تطبيق الايمو والدو، وخصوصا الدو ما فيش عليه كثير ضغط اتصالات. الو مرحبا، طلع العنوان يا عم عين. نتصل جديد. يا مرحبا. الو. من المتناقضات العجيبه انه الميليشيات تحتفي بصنعاء يعني وترسل ميليشياتها محاولة تنمية لاستهداف مأرب. ألو مرحبا. وعليك السلام، من معي أخي؟ ألو. ألو. السلام عليكم. وعليك السلام، من معي أخي؟ معك يا أخي بس. من؟ معك أبو محمد. تفضل يا أبو محمد، تفضل. واصل أنت على الهواء يا أبو محمد. أبو محمد. طيب واصل، سامعك أنت على الهواء. اسمع. واصل يا ابو محمد. للاسف يا شباب فصل الصوت. عيد الاتصال يا محمد، يا ابو محمد متصل جديد. الو. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، من معي اخي؟
معك ابو هاني. تفضل يا ابو احمد. ابو هاني عفوا يا اعمى. ابو هاني حييك. يا استاذ فارس، الحل هو بايدي التحالف، بايدي احد ولا بايدي احد، الحل هو بايدي التحالف. نعم. باخراج اليمن من الحضن الفارسي الى الحضن العبري. الان التحالف كله مطبع. السودان، السعودية، الإمارات، كلهم إسرائيليين. هذا شيء مش غريب صح؟ يا أخي النبي كان متعايش ولا اليهود، إيش فيها يعني؟ بعيدا عن هذه، عن هذه الخطابات اللي يضحكوا بها على الناس. النبي الآن ما في الآن الحوثي خطر على اليمن يزيد من اليهود يا أبو هاني. اليهودي ما جاي يقتل صنعاء ابن صنعاء. التطبيع عادي يعني؟ والله وفق المصالح الدولية كل دولة أدرى بها، نتخارج من العدو الداخلي ووعدها سهل. اليمنيين متعايشين مع كل الناس، معانا يهود يمنيين وعايشنا احنا وياهم يا ابو هاني، ما قاتلونا ولا قاتلناهم. هذه النغمة ضحكة بها على الناس. ليش احنا الان في امام عدوان حوثي مشروع فارسي يا ابو هاني؟ شكرا يا ابو هاني. قد الناس في وادي جالسين تسرقوا باسم النبي، لا ظهر النبي، وجالسين تضحكوا علينا، تضحكوا على الشعب، ودائما الاسطوانة المشروخة. التطبيع انتوا اكثر مطبعين، وذا كل موز لأمريكا والموز لإسرائيل والقتل للشعب اليمني، على من تضحكوا؟ متصل جديد. ألو ألو مرحبا. ألو غارة شباب ما في صوت. متصل جديد يا مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخينا؟ حياك، من معي يا أخي؟ معك يوسف. تفضل يا يوسف، أنت على الهواء أخي. حياك الله يوسف الحجوري. يا حبيبي قيرت والقال هذه كله كلام فاضي. نعم، كيف يقول الله أكبر الموت لأمريكا والموت لإسرائيل ويقصف المساجد والمساكن كلمة حق ورد يا بها باطل، كلها شعارات زائفة. يا لت هي يمني، يا لت كان صرخة يمنية، لكن من قالت والقيل هذا صحيح. المهم احنا نشير بيدنا بيد عبد الرب منصور هادي ويضرب يد من حديد واحنا معاه واقفين. ما علم الله عادوا مع الشرعية ولا قد كمل يا عم يوسف؟ تقول عادوا. نعم، عادوا. نعم، شيء شرعية ولا ما يشتي؟ احنا مع التحالف، مع التحالف بيد المملكة العربية السعودية. نعم. وبيد عبد الرب منصور هادي مثل ما أبدأ يكمل مشواره. صحيح. اليمنيون يا حبيبي صغير وكبير يشكي من 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 معاملة الحوثي هادي من أهد الإمام. صحيح. فاحنا حصلنا رجل يقوم يبدأ بشغله واحنا ما يدنا واقفين. طيب واذا ما تحركوا يا عم يوسف؟ هذا التحالف، ما التحالف السعودي والامارات، احنا ما لنا شغل، احنا الحين عندنا عدو. صحيح. يعني داخلي لازم. صحيح. نقوم بالعدو هذا. صحيح. اشكرك يا عم يوسف وحييك. لازم نشتغل. نعم. شكرا لك اخي. متصل جديد. الو الو. الو السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك اخي فارس؟ حيا ابو خالد اليمن عاملين في قناه اليمن اليوم. وحييك ابو خالد. محمد. عفوا يا عم محمد، تفضل. هلا حياك الله. الأسطوانة المشروخة اللي تطبيع وما تطبيع، نحن نقول لهم إسرائيل لم تؤذينا يوما ما، إسرائيل بعيد مننا بعد الشمس. صحيح. لم تشردنا من ديارنا، ولم تقتل أطفالنا، ولم تفجر منازلنا. ما نطبع مع إسرائيل يطبع، لا لنا دخل. نحن نقول لكم أنتم ما نراه في صنعاء الآن من مشاهد مقززة، مشاهد شيء مؤسف. من كان متوقع يا عم محمد ان اليمنيين بيضربوا انفسهم، بيطعنوا انفسهم، بنوصل الى هذا المستوى من الانحطاط؟ من كان يصدق؟ للاسف الشديد العلماء اجمعوا انه لا يدروا متى ولد الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن نحب الرسول من قبل ان نعرفهم هؤلاء العالم. صحيح. والعلماء اجمعوا انهم لا احد يجزم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الاثنين. يا أستاذ محمد الله يحفظك، النبي هو عقل الناس كلهم، وبعدين الفرحة بالنبي إنه تصير تصدق، تقرأ القرآن، تفعل الخير، مش هذا لا يزيد. نعم. يسرقوا باسم النبي، بيسرقوا القوعة والمساكين باسم النبي، لا يجيبهم يعني، يحاولوا يصورون النبي هذا ملكية خاصة يعني، حقهم، كل شيء حقهم. للأسف الشديد هم الفكر، نحن نعرف الفكر من أين أتى وكيف أتى. صحيح. وهم ما هم إلا جنود مجندة للفكر الفارسي. صحيح. تمام. والآن الحاكم العسكري، الحاكم الفعلي داخل صنعاء هو السفير الإيراني وليسوا هم. صحيح. تمام. وللأسف الشديد مناظر من كان يتوقع، ما كنا يوما ما نتوقع أن نرى هذه المشاهد في صنعاء.
كأنها كربلاء. مشاهد والله للأسف الشديد، للأسف الشديد نحن نقول للشعب اليمني اتقوا صحيح. الله، انتفضوا في وجه هؤلاء الكهنوت، صحيح. هؤلاء الذي شوهوا أدخلوا علينا فكر شوهوا باليمن وتاريخ اليمن وحضارة الإسلام بالصلة، شوهوا باليمن وتاريخ اليمن وحضارة اليمن للأسف الشديد نحن أسلمنا برسالة يا أخي، أسلمنا صحيح. برسالة، وهؤلاء الشيوخ هؤلاء قدموا الشيوخ يخرجوا الناس من الإسلام الآن يا رجل، يعبثوا بالدين، والله يعبثوا بالدين للأسف الشديد. حسبنا الله ونعم الوكيل. أشكرك يا أخ محمد، تحية لك، وإن شاء الله شعبنا واعي، شعبنا مثل ما أقول مثل ما أقول لك أسلموا برسالة، مستحيل أنه يخدعوهم هؤلاء الفارغين أو هؤلاء العملاء. ألو مرحبا، مساء الخير أخ فارس. مساء النور والعافية أبو عبد الله. نعم معك أبو عبد الله. أرحب يا أبو عبد الله، أرحب على رأسي يا أبو عبد الله. كيف حالك؟ طيب الحمد لله على كل حال. أقول لك أبو عبد الله فارس، نعم. شوف حبيبي، هذه تسوي حلقة خاصة حق هيلاري كلينتون، نبغي جماعة، نبغي محاكمة الجماعة، نبغي محاكمة الأخوان. الربيع العربي انكشف، الربيع العربي انكشف، مفروض الحين تنشنون على القضية مال الأخوان هذول في نعم. مش اليمن صحيح، لأن العملية بانت الحين العرب. فأرجوك رجع خاص تعمل حلقة خاصة وخاصة بهذين الجماعة اللي حتى في السعودية موجودين، صحيح، اللي هم الأخوان. خل كل العالم يعرف، وخاصة الجماعة اللي موجودين وقناة سهيل بالأخص، صحيح. اسمح لي أقول لك إياها، هذا قناة سهيل، قناة الفتنة اللي هو تبع حميد الأحمر، نعم. اللي هو تعرف أنه سوى حلقة يضربون فيها باشرين، صحيح. وهي الواقع أنه يأخذ العملية اللي في عدن اللي وقفه باشرين. خلي العالم يعرف، أرجوك رجاء خاص يا أخ فارس. أشكرك يا أبو عبد الله، وصلت. عملنا حلقتين يا أبو عبد الله الأسبوع اللي فات، عملنا حلقتين على هذا الموضوع، نبغي محاكمتهم. شكرا، أشكرك يا أبو عبد الله وأحييك، وصلت الرسالة. متصل جديد، ألو ألو مرحبا، ألو. تحية فخر اعتزاز كما قلنا لأبناء مأرب الذين لا زالوا صامدين حتى الآن، يعني أكثر من شهرين وهم يواجهون فلول الميليشيات الحوثية، وكلما حاولت يعني أنها تتقدم كلما مرغت أنوفهم ورؤوسهم في التراب، لأنهم جاءوا على قبائل صامدة لا تبتاع لا تشتري، لأنهم يدافعون، ما ساروا يعتدوا على الحوثي، الحوثي قام معتدي عليهم فهم يدافعون. ألو مرحبا، كيف حالك؟ الحمد لله، من معي؟ معاكم أكرم. وارحبي يا أم أكرم. بدل ما بتعول المولد النبوي يا أخي، طبعا يا أخي بطلب من الشوارع، بوضنا نركض من الشوارع، المولد النبوي مش مراعيلين، صحيح صحيح. رحمة الله الزعيم، دحين تتطلب 10,000، بدل ما كان يبيع 1000 نجيب 1,500، دحين 10,000 نستغرب نشتريها. الله أكبر عليهم ونلحقهم خير يا أم أكرم. خير الله، ونحن نركضنا وقلنا الشوارع. كيف يفعلوا الناس الأيام هذه يا أم أكرم؟ هم يسرقوهم يوم بالاسماء الحسن، يوم الحسين، يوم النبي، يوم فاطمة، ولا عاد خلوا للناس يعيشوا سواء. ما نفعل، بيضربوا حق الضعف، ما نفعل مولود النبي، زعم النبي مراعيلهم. حسبنا الله ونعم الوكيل بس. لا معنا غاز هذين، ما نفعل. تسلمي يا أم أكرم، وهذا لسان حال كل اليمنيين واليمنيات، لكن إن شاء الله تفرج. علا وعسى إنه تحرك هذه الدعوات، دعوات الآباء والأمهات، من تبقى فيه من أخوة وكرامة. ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام، مرحبا يا أبو عمرو. حياك وسلمك أخي. تفضل أخي. أخي، ميليشيا الحوثي تنهب المليارات بذريعة احتفالاتها بمناسبة المولد النبوي، نعم. والشعب يتضور جوعا. صدقني أخي فارس، فأني سمعت قبل يومين، نعم، أحد عقال إحدى المناطق يقول قيادات الميليشيا طلبت منهم، من كل عاقل منطقة وعاقل حارة، أن يحضر مبلغ كذا، طلبت من كل عاقل أن يدبر لهم فلوس، فرضوا عليهم المنطقة. صحيح، ما يعدوهم دب غاز إلا بعد ما يدفع، حتى للحارات. وصلتنا أسناد، وصلت أسناد أنه يعني ما يمولوا أي حارة بالدب الغاز ولا بالديزل ولا بالاحتياجات إلا بعد ما يدفع حق النبي.
أخي الآن أخي فارس الآن وصلت الدبة سعرها إلى 11000 ريال في السوق السوداء، متوفرة في السوق السوداء ولا تتوفر في المحطات الرسمية. حسبنا الله ونعم. كمثلها مثل المشتقات النفطية، البترول، الديزل، متوفر في الشوارع بشكل غير طبيعي في السوق السوداء، والمحطات مغلقة. نعم. ثاني حاجة يا أخي فارس، من طيب أنت ذهب كل هذه الفلوس يا أبو عمرو، يعني معاك عائدات، معاك عائدات الجمارك، الضرائب، هذه الهبرات اللي باسم المجهود الحربي، باسم الحسن وفاطمة والنبي، المهم ما عاد باقي إلا أبو جهل وأبو لهب، وكملوا كملنا اللعبة. أنت روح هذه الفلوس يا أخي فارس. دخل الجمارك التي استحدثوها تعتبر باليوم بمئات الملايين باليوم الواحد فقط، فما بالك طيلة الشهر أو طيلة السنوات السابقة. صحيح. يعني دخلت مليارات. الآن يفرض على القطرة ما بين 3 إلى 4 مليون جمارك، الشاحنة الصغيرة ما بين 1 إلى 1.5 مليون ريال جمارك. مشكلة إلى أين وصلنا؟ نهب عيني عينك إن شاء الله. الشعب يتضرر رجوعا، مهما جمعوها بيوصلوا لها رجال الله. الصبر، فين بتروح؟ إن شاء الله إن شاء الله. وين بتروح هذه الفلوس أصلا؟ مهما خزنوها بيجي رجال الله هكذا بعشية وضوحاها إلى حقهم إلى كل ثغر ويستعيدوا حق الشعب. يا أخي وأريد أن أتحدث عن هذا الشخص اللي يقول لك عن الإمارات أن الإمارات طبعها مع إسرائيل. يا أخي هذا شأنها وهذه خصوصياتها. نعم. ما دخلها قضيتنا بقضية الإمارات وأن طبعا يعني هم كيف يكذبوا على البسطاء؟ ما دخلوا اليمن بذلك. صحيح. كيف يكذبوا على الناس؟ يكذبوا على الناس البسطاء دحين، هم يعملون نفسهم أنهم معصومين. يا أخي شخص قد يقتلك وينهبك ويسرقك، بدل ما يعني يغطي على فضائحه يعني يجرك إلى معركة أخرى ليست معركتنا. يعني نقص الوعي، عكس 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 الطريق. صحيح يا أخي. طيب الإخوان المسلمين عندما تحالفوا مع الإصلاح، عندما تحالفوا مع أمريكا ولم تكشفهم أمريكا اللي يسموها ثورة الربيع العبري ودمروا بلاد المسلمين، واتضح بأن كل شعاراتهم كاذبة حول إعلانهم للخلافة الإسلامية وغيرها. صحيح. هذه كلها شعارات كاذبة. لماذا لم يتحدثوا عن هذا الموضوع؟ يتحدثوا لك عن الإمارات، الإمارات التي وقفت مع اليمن ومع شعب اليمن. ألا يخجلون؟ شكرا يا أبو عمرو، حيك. الشعب واعي ومدرك كل الأكاذيب، مهما كذب الحوثي هو ماشي على طريقة إبليس، اكذب اكذب حتى تصدق. ألو مرحبا. ألو غار يا عم عين، للأسف متصل جديد. ألو مرحبا. ألو ألو مرحبا. كما قلنا مشاهدينا الكرام، لا تزال هنالك المطالبات الشعبيه بتحريك الجبهات. دولنا طيب يا جماعه، الحكومه ليش ما تتحدث؟ ايش المبرر توقف الجبهات؟ طيب منتو تقولوا الحديده عليكم الضغوطات الدوليه، بقيه الجبهات الضالع، مارب، الجوف، ايش الضغوطات اللي عليكم؟ افتونا افتونا جزاكم الله خير، افتوا الشعب اليمني. ما هو مبرر توقف هذه الجبهات؟ لماذا لم تتحرك؟ والى متى سيظل اتفاق سوكولم الكارثه الذي اوقف شريان الحياة الذي يعني يستمد منها الحكومة؟ ألو ألو ورحب، من معي أخي؟ رحب يا ولي، رحب. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله. السلام عليكم. من معي أخي؟ إسحاق أبو عمرو. ألو غارة شباب، للأسف ما في صوت. متصل جديد يا مرحبا. يا كنات يا مريم. نعم انت على الهواء، من معي يا اخي؟ برافي جيدي عمر عادي. من؟ برافي جيدي. مقيدي ها؟ اتفضل يا مقيدي، انت على الهواء. واصل غير يا شباب للأسف. ومتصل جديد. الو مرحبا. الو الو السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. تفضل اخي، من كيف حالك؟ حياك، عرفنا عليك يا اخي، صلعتك باينه مره. طيب عرفنا عليك، من خليك من صلعتي، عبر عن رايك. الو الو مرحب، معك ابو عماد. مرحب يا ابو عماد، لا ذاك ابو طارق يا ابو عين. تفضل يا ابو عماد، يا ابو عماد تفضل. للأسف قطع شباب غيره. متصل جديد. ألو ألو مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
حياك يا ابو عفاش. ابو عفاش وارحب. والله يحفظك يا استاذ فارس. نعم. كم عدد في يد الحوثي هذا؟ يعني قصي هو الامم المتحده لما بتعلن انه وقفه طارق التقدم الحوثي ما يعترفش باي احد، جالس يضرب المهاونات للحديده، جالس يضرب كل شيء، ليش مش طارق يضربهم؟ والله هذا على التحالف وعلى الحكومه الشرعيه يا ابو عفاش. طارق جندي بيأدي واجبه في الميدان، مش هو في الخنادق في الاخير، مش هو في الفنادق. اكيد ما هذا، واحنا رافعين انا بطارق، اقسم بالله ان طارق عندنا بالدنيا ما فيها. ونعم بيض الله وجوههم وكل الابطال، احنا كل جبهه وكل جبهه ترفع سلاح في وجه الحوثي تمثلنا وعلى رؤوسنا جميعا، يمثلوا كل يمنيين. اكيد واحنا على درب الزعيم ماضون. مش مستحيل ان احنا نفلت الزعيم ودم الزعيم لن يذهب هدرا. بعد فرق يا ابو عفاش، ربك كريم ان شاء الله. اشكرك، تحيه لك اخي. متصل جديد. الو مساء النور. مرحبا يا ابو واصل. ابو امل واصل يا ابو امل، فصل من عندك. والله انه فصل من عندي، انا بتعين هؤلاء بيكذبوا على والصرخه هذه فنزلوا هؤلاء بيحبوا الرسول. الشعب اليمني منتهي. الشعب اليمني لو يدوا حق اللافتات هذا والبخاخه للمساكن وللشعب ذي مضلب في الشوارع، حسبنا الله ونعم الوكيل. يغزونا بقضيه الدين. صحيح. البريء منهم. نعم. البريء منهم، هم عصابة بيشتغلوا للخارج، ما بيحبوش الشعب اليمني. اليوم صحيح. أهل سعطان متديولين للشعب اليمني، أهل سعطان متديولين للشعب اليمني، وهؤلاء قلنا لك أصبحوا خدام لهم، هؤلاء المتحيوثي. وننصح الحوثي وخبرته يتقوا الله في الشعب اليمني ما قد أشكرك يا أبو أمة وحييك وصلت الرسالة. يكفينا وعي هذا الشعب اليمني وأنه لا يمكن أن يضحك عليه بعد اليوم. ألو مرحبا. الو تفضل اخي، من معي؟ الو معك اليافعي. ارحب يا يافعي تفضل. قول لما تتكلمون عن النضال وعن الشجاعه وعن الثقه وعن الصمود، نعم، انتم تتكلمون على من؟ على كل من يواجه الحوثي يا يافعي. عن عيدروس الزبيدي. كل من يواجه الحوثي يا يافعي احنا يعني نقبل راسه كائنا من كان. واصل يا يافعي. فصل يا شباب للاسف. هو متصل جديد. الو. الو مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام، من معي؟ ارفع صوتك. معك ابو علي. وارحب يا ابو علي. كيف حالك؟ تفضل. كيف حالك؟ نحمد الله، هات ما عندك. بعدين ايش حكم الكذب هذا غيب؟ اينو يا ابو علي، اينو الكذب؟ هو ابو علي محاط يا شباب، خلوه كان ما عاد باقي معك يا ابو علي. هات ما عندك، هات عبر عن رايك، ما عندنا مشكله. ابو علي فصل يا شباب للاسف. متصل جديد. الو. الو مرحبا. الو من معي يا اخي؟ الو. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم. وعليك السلام. كيفك يا فارس؟ حياك يا عم محمد، تفضل. اتفضل يا مهتدي. الذي تكلم حول الامارات وحول يعني اسرائيل، اول من طبع في الدول الاسلاميه هي يعني تركيا، الذي الاقوال الان مرميين في احضان الاتراك. صحيح. والأتراك معروف عنهم كيف علاقة تنهي إسرائيل وكيف دمروا سوريا وكيف نهبوا المصانع وكيف الآن بيدمروا ليبيا وكيف الآن بيتعاملوا على الشعب اليمني. نعم. والأخوان مرميين في حضن تركيا وفي حضن بريطانيا، بما أن بريطانيا أول من أعطى وعد بالفول إسرائيل لاحتلال الشعب الفلسطيني. نعم. لماذا يتباهوا بإذنهم وإذنهم وإذنهم؟ نعم صحيح. لماذا يكذبوا على من؟ مع الأجانب الناس فاهمين. صحيح. شكرك يا محمد، شكرا لك اخي. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله، من معي اخي؟ معك قحطاني زعفاء. وتفضل يا قحطاني. الزعفاء. تفضل. طيب هات ما عندك. ايش الموضوع؟ الموضوع حول مهاجمه مارب، الحوثي ما زال يهاجم مارب ويحتفل في صنعاء ويسرق بس بالنبي. لا والله، شوف مارب بعيده على شواربهم. بعيد على شواربهم،
طيب يا قحطاني ليش ما تحرك القبهات؟ الناس بيسألوا ليش كل القبهات واقفة، ليش ما تتحرك؟ لا متى بيظلونهم؟ لا كل الجبهات واقفة إلا جبهة الضالع. ونعم صحيح، رجال الجنوب يقاتلون. صحيح، والحديدة هم يقاتلون بس اتفاق استوكهولم اللي موقفهم. صحيح، لظالمينهم. طيب والحل يا قحطاني؟ والله الحل ان قوات العمالقة وطارق عفاش يعني يسحبون على هذا الاتفاق اللي ظالم اهل الحديدة ويخليهم يعانون ان شاء الله قريب. هذا إن شاء اتفاق الله. هذا اتفاق يعني مكيدة على الشعب اليمني. صحيح، يوم عاد الحوثي بينهزم جابوا لنا اتفاق هذا. صحيح، شكرا يا قحطاني. وحيك واصل. عفوا عفوا عفوا، خلاص شكرا لك اخي. متصل جديد. الو الو، مرحبا. الو تفضل اخي، من معي؟ اسف فارس بن عبد الله، التغطية عندي ضعيفة. طيب واصل يا ابو امد. هذا الصرخة في فن نزلوها في التوراة ولا في الانجيل ولا في القران؟ يعني عندما اليوم مالك انت، اليوم مالك انت قيم الجامع بالدولة، يعني ما لازم بيقولوا اخطب من هذه بالقوة، اخطب عن هذه ما لازم. اليوم يكمل الخطبة ورجع يدي الصرخة ورجع يصلي، يعني هذا يا اخي ما يجوز، هذا ما يصلح. حسبنا الله ونعم. غزونا بهذه افكارهم الكذابة، الشعارات الكذابة، وهم بياعين سوق سوداء، بياعين سوق سوداء. صحيح، والشعب داري بهم، والشعب داري لكن خذي وتوكل المخرب الاشمازد اللي تفعل لها حركات دعمتها امريكا بالتخريب اليمن بجائزة نوبل. ما اليوم ما عاد لا نوبل ولا كوبل. شكرا يا باما، احييك. هم صل جديد. الو الو، مرحبا. اتفضل يا حبيبي وارحب. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. الو وارحب، انت على الهواء، من معي؟ معك ابو عبد الله. تفضل يا ابو عبد الله. معك ابو عبد الله. طيب واصل ابو عبد الله. واصل يا ابو عبد الله، انت على الهواء. الو، اقول لك ان نشكر نعم. والله الصوت بيتقطع يا ابو عبد الله، عيد الاتصال وكان الاتصال واضح، شكرا لك. متصل جديد. الو الو، مرحبا. الو، سامعني ولا لا؟ ومتصل جديد، يا مرحبا. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله، من معي أخي؟ من معي؟ من معك؟ فارس من يمين نتنياهو. طيب هات يا فارس، هات ما عندك. ألو ألو، نعم تفضل أخي. معك أبو بسام. تفضل يا أبو بسام. الله يحييك ويعافيك. تفضل يا أخي. يا الله يصبح. أم يقول إن طارق، يقول إن طارق إنه خير، إنه حاول في تعامل بالله. حاول توضح الصوت يا أبو بسام. ألو ألو، أقول لك يعني هم يقولوا إن طارق إنه خاين في الساحل الغربي. هاي اشتغل خاين في الساحل الغربي، خاين. طيب هذا شأنهم، لأنهم قبنا مش قادرين يواجهوا، رجعوا ارتموا في أحضان الأمم المتحدة. قد شفنا كلما تحرك ساروا ارتموا في حضان الأمم المتحدة عند الله وعندكم، وقاوا يفرعوا عليهم يا أبو وسام. يا أخي، ناس يتكلمون من المناطق نفسها ناس يعني اللي محررين. وأنت إيش رأيك يا أبو وسام؟ طيب وأنت إيش رأيك؟ ألو، غار شباب للأسف. السلام عليكم. وعليك السلام، من معي يا أخي؟ السلام عليكم. وعليك السلام. تفضل. معك انا ضحيق على الهواء. غير يا شباب، هذا جاي تضحك علينا للاسف. يا اخي اتصل وعبر عن رايك، بطل يعني بعد عن هذه الاخلاق التي لا تليق باليمنيين. شيء مؤسف انه لانه الذي صاحب حقه يواجه الحقه بالحقه. يا اخي يعني تحدث، واجهنا مواجهه الابطال، اما تقنعنا او اقنع اكل مشاهد الحكم. متصل جديد. الو مرحبا. استاذ فارس، مرحبا يا ابو طارق.
ونعيما علينا وعليك ان شاء الله. وذا اللي قال مصلعه مدري مالها من كلها هؤلاء مفلسين يا ابو طارق، هؤلاء مفلسين. شوف الحين الواحد لما يكون مفلس حاطب الليل يحطب له ما قال مساكين. والله يا استاذ، والله يا استاذ فارس قسما بالله ذيل الناس لا مثقفين صحيح، ولا اعرف الواحد يكتب اسمه صحيح. الرتب اللي هبالهون عبد الملك الحوثي بس علشان يحكم بنفوسهم يروحون على قولك يرجعون مصدقين. نعم والله اميين وشمل، واحد ما يعرفش يلبس سرواله زي الناس مشكله. حسبنا الله ونعم الوكيل. والثاني ذا اللي قال لك انا ما اسمك، قال لك انا فارس بن يمين نتنياهو. ابن يمين نتنياهو قسما بالله هو اشرف منهم. وهذا رايك يا ابو طارق ايضا. خلونا خلينا من هؤلاء شوف شوف. لا 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 صلي على النبي، اشرف من حوثي. هؤلاء هؤلاء لا يستحقوا واحد ينزل الى مستواهم يا ابو طارق، احنا اكبر من هؤلاء. ما سألك بالله بن اي واحد اسرائيل، مش احنا عايشين احنا اسرائيليين عندنا يهود الاصل في بلادنا احنا وهون حبايب. صحيح. ما هبوا بنا ما هبينا. صحيح. هذيل اقول لك مفلسين. نعم. ضيعنا والله العظيم ضيعونا لما استمع لهنا غلي كهرو من فضحنا في العالم. حسبنا الله ونعم الوكيل. تكلموا بثقافه. حاول لموا اول لموا بلادنا، خلونا نخارج بلادنا. ما لنا دخل بالامارات تطبع. ما لنا دخل بشان الاخرين. نعم. لا نتدخل في شؤون الاخرين، هذا من حسن الجوار. مالي ولا يا يا ابو طارق، هذه معهم اسطوانه مشروخه. المهم كل يوم اللي بقولهم عرض حد لانهم مفلسين. يعني هؤلاء يهربون من التهمه، يهربون من التهمه عشان الناس ما تركز عليهم، يضحكوا عليهم بهذه الشعارات الزائفه. والله يا استاذ فارس اسمح لي قسما بالله، انا لما اسمع الواحد الان هو ما يدريش انه العالم كله يستمع الينا الان. صحيح. شكرا يا ابو طارق. كله يشاهد ويسمع فضحنا. شكرا يا ابو طارق وحييك. وهؤلاء لا يمثلوا اليمن ولا يمثلوا اليمنيين. اليمن معروفه عبر التاريخ، يمن الايمان والحكمه والشهامه والكرامه والشجاعه وكل شيء، كل الصفات. الو مرحبا. الو كيف حالك؟ وارحب، من معي يا اخي؟ تفضل. معك ابن الجنوب. تفضل ابن الجنوب، تفضل اخي. اتفضل. اولا يا اخي الشمال ما يحرر الا اذا تحركوا رجاله، هذه لازم نكون صريحين بها. نعم. يعني خمس سنين ويعني واكثرهم الشماليين ما تحرك، والله ما يصلح. اين يعني المشكله يا ابن الجنوب؟ لو انت من ابن الجنوب صح، اين المشكله؟ يعني الجنوبيين حرروا ارضهم في كم شهر. صحيح. والحوثي ما يسوى، كان يعني مع سلاح الدوله. صحيح. ذا الحين يا اخي ما يصلح، والله ما يصلح. طيب فهم الحكومه يا ابن ما ننتظر، ما ينتظر. وصلوا رسالتكم للحكومه يا اخي، يقولوا لهم من ماذا يعني يعملوا حل، يحركوا الجبهات ويجلسوا لهم بالفنادق ما فيش مشكله، بس اقل حاجه يطرقوا العسكر الذي مقيدينهم في كل الجبهات. الحكومه هذه فاسده وحنا في الجنوب نحاربها اصلا. طيب ما هو الحل؟ نحاربهم اصلا ذا الحين، المغاربين لحالهم المغربيين لحالهم ذا الحين مشكلة. أشكرك يا ابن الجنوب وحيك. متصل جديد. ألو غير شباب للأسف. ألو ألو مرحبا. ألو أيوه مرحبا، من معي يا أخي؟ أيوه كيف حالك؟ من معي يا أخي تفضل. ألو نعم سامعك. معك شابخ. ألو غير شباب للأسف. متصل جديد. ألو مرحبا. الو خلونا متفائلين بالحكومه الذي قالوا قادمه في خلال الايام القادمه، بنشوف علا وعسى. وعليك السلام، من معي يا اخي؟ الو حياك الله تفضل. الو الو مرحب. وعليك السلام، من معي يا اخي؟ معك الاخوان. الاخوان الو الشواني. الو الو اخبارك يا فارس؟ مرحب مرحب ورحب يا ولد تفضل يا اخي. صل عليك. خليه يا عم عين بصر ما يسمع ما يقول، ارفع لي الصوت. الو تفضل يا شبواني تفضل. حاول توضح صوتك، حاول توضح صوتك، ما حد يقطع عليك ولا تقطع. لو كان معك راس سند، لو كان معك راس سند لك جرني راح يا ولد. شكرا لك، حياك الله حياك الله ورحب يا ولي.
لا عاد خليتوا لا احياء ولا اموات الا تسرقوا باسمهم. والله مؤسف، اصبحتم عار على اليمن وعار على اليمنيين. يا فارس وارحب، من معي يا فارس؟ حياك، مساء الخيرات، مساء النور والعافيه. من معي اخي؟ معك ابن اليمن البار. وارحب ابن اليمن، كلنا ابناء اليمن مش انت بس. نعم كلنا ابناء اليمن. يا اخي احنا تعبنا مع ثوره ورا ثوره ولا ثوره، واحنا تعبنا. طيب والحل دحين ابناء اليمن نعمل ثورات تطهر البلاد من وين؟ ولا استفدنا منها شيء منذ 60 سنة. طيب والحال يعني وحلها واحنا نقول ثورة تطلع ثورة، ثورة تطلع ثورة، واحنا ما استفدنا. ما مش معنا غير ثورتين يا ابن اليمن. هذا يا ابن اليمن، طيب صلي على النبي ويعمل بحق. طيب اسمعني، ما فيش معنا غير ثورتين اللي كانت الثورة الوطنية التي مثلت شجر وحجر ومدر وكل ابناء اليمن، سبتمبر واكتوبر، غيرها اين بثورات؟ واحدة كانت واحدة تحت مسمى الخلافة والثانية تحت مسمى الولاية. سبتمبر نجلس سنة واحنا نعيد ثورة سبتمبر، واحنا العيد حق ثورة 26 سبتمبر، عملنا اكتوبر، عملنا نوفمبر، عملنا. خلونا يا اخي من انت بنفسك، انت في مصر صح ولا لا؟ صحيح. ايش فيها يعني؟ ما الفرق بين المصري واليمني؟ اخذ تحت مكيف، والله ما احنا تحت مكيفين، والله ما معي مكيف يا ابن اليمن، والله ما معي مكيف. واحنا خرجنا قسرا وانت عارف، خرجنا قسرا وسنعود. والان احنا نواجه، اعتبرناك اننا الجبهه الاعلاميه لا تقل شانا. طيب اسمعني، نقاتل بعضنا البعض، اليمني يقتل اليمني يا ابن اليمن، الاب يقتل الابن، الابن يقتل الاب، طيب عندك حل يا اخي؟ خله. طيب يا اخي عندك حل؟ اعملوا برنامج وعوا الشعب، الغوا القات، الغوا الشماء، الغوا انت في مصر يمكن تخزن ممنوع. طيب واصل قل لنا ما هو الحل. شكرا لك يا ابن اليمن، انا اتمنى. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله. من معي اخي؟ معك سويلح. تفضل يا سويلح. واصل. السلام عليكم. طيب هات معك سويلح. طيب واصل. تقول انت ما عندك مكيف، اجيب لك واحد. شكرا لك، شكرا لك. بخير اخي فارس. شكرا لك يا صويلح. مساء الخير اخي فارس. مساء النور والعافيه، ورحب يا ابو رغد. والله يشوف ناس ما عندهم اخلاق، والله ما عندهم. طبيعي يا ابو رغد. عبر فيه باللي تبغاه، كل واحد يعبر عن رايه ونحترم كل الاراء. يتكلم عليك، يتكلم بمعنى بكلمه انت ابن اليمن على قولتك، اتكلم بشيء لمصلحه اليمن. صحيح. اتكلم بشيء تفيد اليمن. تقول ثورة وراء ثورة، أي ثورة اللي هي 20 ثورة، 100 ثورة، 10 ثورة، هي ثورتين، 26 و24 و14 أكتوبر. صحيح. تحرير الشمال والجنوب من البريطانيين. صحيح. تحرير اليمن الحر من الاستعمار الإمامية، وانتهى. صحيح. الموضوع. نعم. وعشنا وعاش اليمن، وعاش الحوثي، وعاش الإصلاحي، وعاش المؤتمري، وعاش الاشتراكي، وعاش الناصري، وعاش البعثي. صحيح. تحت قيادة واحدة وحكومة وحكمة. نعم. مع التحديين الآن، هو إذا كان هو في صنعاء، في صعدة. صحيح. في أي مناطق يرفع أي كلام ولا يتعبر. كنا نتكلم على من نشأ. صحيح. داخل اليمن، في شرق اليمن. شكرا يا أبو رغد، وحييك داهما الوقت بشهد الأكارم، وتستمعنا كما رأيتم إلى كل الآراء، ونحترم كل الآراء، ونأسف أولئك الذين ينزلون إلى مستوى لا يليق بنا. هؤلاء لا يمثلوا إلى أنفسهم، لا يمثلوا اليمن ولا يمثلوا اليمنيين. واليمنيون معروفون عبر التاريخ منذ أكثر من 1400 سنة، عبر التاريخ معروف اليمنيين كيف كانت اليمن وذكرت في القرآن، ويكفينا ما تحدثت أكثر من 50 حديث عن اليمن وشأن اليمن. يعني مهما منحوت تاريخ اليمن، منحوت في صخرها، في حجرها، في مدرها، لا يستطيع أنكرها إلا جاحد. وهؤلاء من يريد تشويه اليمن، تاريخ اليمن، حضارة اليمن، هؤلاء أدوات مع الأسف قريبا ستتطهر اليمن منهم وإلى مزبلة التاريخ. دمتم، دام الوطن بألف خير، إلى اللقاء.